بالنسبة لهذه الدائرة اللي هي دائرة السورس فلور أو الجنكشن فيت، العفو الجنكشن فيت اللي هي الكومون درين، نفس مصدر الفولتية مسلط على الدرين، ولكن هو قال هذه كومون درين باعتبار أنه الأوتبوت مأخوذة من السورس. وهذا الاختلاف اللي بمكان الاوتبوت راح يسوي لنا شويه اختلاف بالرسم مالت الدائره. أريدكم شوية تنتبهون على هاي الفقرات اللي راح تنذكر بالنسبة للدائرة مالتنا. شوفوا عندنا بالإدخال ما تأثر، بقى نفس الشكل، بس لو أجي أنا للدائرة هذه شوية تحملونا شوية راح نضل نطفر، لأنه هو أبو الكتاب راسم الدائرة بجهة وراسم الإكوفالنت سيركت بغير جهة. شوفوا شباب، أني هذا خلينا نقول البوكس مالتي وين مربوط؟ مربوط من أنا الجيت، ومن أنا السورس، ومن أنا الدرين دي جي اس. هنا أنا تو تيرمينال، أوكي هذا في ان، وهذا هو الار جي مربوط على الجراوند. اذا هذا الجزء ما تاثر عندي، ولكن التاثير وين صار؟ وين البي اوت؟ لو تجون تبعون هسه هذه السورس مالتي مربوطه على تو تيرمينال، تيرمينال البي اوت وتيرمينال الثانيه هي الار اس، بينما الدرين احنا اتفقنا انه هذه راح تصير جراوندد. إذن دي هي اللي راح تربط على الجراوند. هسه لو تيجي تشوف هذا الرسم راح يصير عندك هذا التصور واضح، انه الاس ربطت على الفي اوت وربطت على الار اس، والدي هي اللي ربطت على الجراوند. زين اني هذه الدائره حتى اتعامل وياها لازم ارتبها بحيث اقدر انه افتهم آلية العمل مالتها شلون راح تصير. شوفوا شباب هنا اللي راح يصير شنو؟ شوفوا الدرين وين خلاها، شوفوا السورس وين صعدت. هذا الجزء من الرسم انقلب وكأنما على مود يرجع الفي اوت بالشكل الحقيقي او بالشكل المضبوط العدل، بحيث ماينس بلس هو موجود قبال البي ان، هذه هنا البي ان. ايش سوى؟ قلب هذا الجزء مال الدائره كله، صعد السورس فوق ونزل الدرين جوا. ايش صارت؟ ايضا المقاومات هذني انقلبت، بس احنا قلب المقاومات ما ياثر علينا، بس شوفوا شنو اللي صار هنا. مصدر التيار، الاتجاه مالت السهم مالت انقلب. انا متعلم بكل الدوائر مصدر التيار للاسفل، بينما هنا مصدر التيار للاعلى. زين شباب، هنا الزت انبوت ما راح يختلف عندي، زت انبوت ما يختلف عندي، ولكن الاختلاف وين؟ بالزت اوتبوت. شوفوا هذه الدائرة اللي هي 927 راح توضح لي شلون أنا أقدر أطلع الزت أوتبوت. يقول أنا هسه هذه النقطة S لو أجيت أخذت لها كيرشوف كرنت لو، راح إيش أشوف؟ أشوف أنه التيار الأوتبوت اللي هو هذا، والجي أم في جي إس اللي هو هذا، هذني التيارين هي التيارات الداخلة. التيار الخارج منه التيار اللي هو IRD small وتيار الـ IRS. إذن
هذني مجموعة تيارات الداخلة وهذني التيارات الخارجة يساوي صفر. إجا كتب هاي المعادلة. هسه إجا شو يسوي؟ طبعا هو شنو يريد يطلع؟ يريد يطلع الزت أوتبوت. الزت أوتبوت أنا عندي، يعني بمعنى أريد أحصل على في، أحصل على في أوت على أي أوت حتى يطلع لي زت اوت. زين، لو اجي ابغى اعاني هسه صار عندي اي اوت وصار عندي في جي اس وصار عندي اي ار دي اي ار اس، اريد اصفيها بحيث احصل على في اوت واي اوت. اجي اعوض الاي ار دي بدلاله الفي اوت على ار دي، على اعتبار انه التيار الموجود بهاي المقاومه هو عبارة عن الفولتية الكلية على قيمة المقاومة في اوت على ار دي في اوت على ار اس اللي هو التيار المار بالمقاومة ار اس. زين، هسه يجي شو يسوي بهالحالة؟ راح يصفيها، حول هذا الجزء الى ما بعد اليساوي في اوت واحد على ار دي واحد على ار اس. اخذ الفي اوت هنا عامل مشترك، بقى ناقص جي ام في جي اس. هنا شو يقول؟ يقول اني اصلا عندي الفي اوت مالتي تساوي ماينس في جي اس. يقول اني اصلا الفي اوت مالتي تساوي ماينس في جي اس. ليش قال ماينس؟ لانه انقلبت، شوفوا هاي هنا ماينس هنا بلس، بينما لو تجون انتم على هذا الجزء الفي جي اس ماينس بلس معكوسه. فعوض مكان الفي جي اس بالماينس في اوت، صارت هسه كلها بدلاله الاي اوت والفي اوت، في اوت في اوت واي اوت. اخذ الفي اوت عامل مشترك، حصل على انه الاي اوت يساوي في اوت وبدلاله something. هسه هنا أنا صارت عنده تركيبه، واني اريد زت اوت يعني في اوت على اي اوت. إذا الـ V out على I out اللي يساوي Z out، شو يساوي؟ راح يساوي له بهالحالة. هسه أني لو أجي هذا أرد أخلص من عنده، راح يصير I out على V out يساوي هاي القيمة. إذا معكوسها حيصير واحد على هذا القوس، واحد على واحد على ار دي سمول زائدا واحد على ار اس زائدا. اقدر اكتب هذا الجي ام واحد على واحد على جي ام. هذا ما يوحينا بشي، هذا القانون بهذه التركيبه يوحينا بانه هذني اصلا المقاومات صار توازي. اذا قانوني بالنسبة للزت اوتبوت اللي هو هذا كتبته بهذه الصيغة، هذا قانون التوازي بين ثلاث مقاومات. فاجي قال اذا الزت اوتبوت مالتي هي عبارة عن ار دي سمول توازي ويا الار اس توازي ويا الواحد على جي ام. وفي حالة اذا الشرط عندي انطبق مالت الار دي سمول اكبر من العشرة اي ار اس، فاذا القانون مالتي زت اوتبوت هو الار اس توازي ويا الواحد على جي ام. هسه بالنسبه للفولتج جين، الفولتج جين مالتنا لو اجي ابغى على الفي اوت اشوف انه هي عباره عن، هنا هو هسه ايش كتبها؟ كتبها عبارة عن الـ V out يساوي الـ I out مضروبة في الـ R equivalent. قانون بصورة عامة الـ I out
هو عبارة عن جي ام في جي اس، الار اكوفالنت هي حاصل توازي الار دي سمول ويا الار اس. هسه لو يجي يطبق كيرشوف فولتج لو، طبعا هذه هسه خلاها بنظر الاعتبار قيمه الفي اوت، هو وين يريد يوصل؟ يريد يوصل الى انه الاي في اللي هو الفي اوت على في ان، يريد يوصل الى الفي اوت على الفي ان. هسه هذا الفي اوت راح يخليها بنظر الاعتبار. هسه يجي وين؟ يجي يطبق كيرشوف فولتج لو وين؟ بالشكل 9.26، يعني مو بالشكل 9.27، لا بالشكل 9.26 يطبق كيرشوف فولتج لو. هذا هو شكل 9.26. ايش يجي يقول بالنسبة للفولتية؟ يقول بأنه الفولتية مالتي الفي ان ايش ده تساوي؟ الفي ان ده تساوي للفي جي اس زائدا الفي اوتبوت. فبهالحالة الفي جي اس راح يساوي للفي ان ماينس الفي اوتبوت. الفي اوتبوت هو اصلا هذا القانون مالته راح يعوض مكان الفي جي اس بالفي ان ماينس في اوت، راح بهالحاله يدخل الجي ام في في انبوت، دخل هذه على هذا القانون على هذا القوس، ودخل الجي ام في اوت على هذا القوس، راح يصفي الفي اوت بجهه والبي ان بجهه، بعدين يقسمهن راح يحصل على هذا التعبير اللي هو جي ام حاصل توازي ار دي سمول ويا الار اس على 1 زائد جي ام ار دي توازي ويا الار اس. ويرجع يقول في حاله انطباق الشرط مالتي هذا الجزء راح يختصر، هذا الجزء راح يختصر، فراح يبقى عنده جي ام ار اس على 1 زائد جي ام ار اس. هذا هو قانون الفولتج جين. اجي هسه بهذا المثال يقول الدي سي اناليسيس اوف سورس فلور نتورك ريزلت ان الفي جي اس مالته طلعها هي ماينس 2.86. وطبعا نرجع ونقول وناكد انه هاي القيم بالاي سي ما تعطى لك، وانما انت تروح تحلل بالدي سي تطلع الاي دي كيو والفي جي اس كيو. هسه يريد تحسب له جي ام الار دي سمول الزت انبوت والزت اوتبوت بوجود وبعدم وجود الار دي سمول والفولتج جين ايضا. نعطيك الواي او اس هنا مقلوبها هي الار دي سمول، فهذا الجزء مباشرة خلصنا من عنده. نعطيك الاي دي اس اس والفي بي، وانت عندك الاي دي وعندك البي اس مباشرة تقدر تحسب قيمة الجي ام اي دي اس اس والفي بي، طلعت القيمة مالت الجي ام نوت، بعدين الفي جي اس والفي بي طلعت القيمة مالت الجي ام. الار دي مقلوب الواي او اس، الزت انبوت قلنا هي مباشرة الار جي فهي نعطيك القيمة مالتها. نجي على الار دي سمول هي التوازي الثلاث مقاومات، طلعت القيمة. هسه نرجع نهمل هذا الجزء ونشوف القيمة مالتي طلعت 365 اوم، هنا 362 اوم. زين بالنسبة للفولتج جين ايضا تطبيق مباشر للقانون اللي حصلنا عليه، مرة بوجود الار دي ومرة بعدم وجود الار دي اهمالها، طلعت هنا 0.83 طلعت هنا 0.83. ليش؟ يقول لك لانه الشرط اللي موجود هنا
وما حاكي على الشرط، بس هو الار دي سمول عندي 40 كيلو، 10 في القيمة مالت الار اس اللي هو 2.2 راح يطلع 22. يعني هو بكل الأحوال ما راح تأثر علي قيمة قيمة المقاومة ار دي سمول، لأنه الشرط أصلا ينطبق. فشوف بوجوده وبإهماله طلعت قيمة الفولتج جين ثابتة. هسه أنا وياكم راح نتخارب وهذه الدائرة اللي هي الكومون جيت كونفيجريشن راح نتخارب، من حيث أنه إحنا تعلمنا بالدوائر اللي أخذناها كلها أنه الزت أمبوت يساوي لي الار جي، والشغل كله والاشتقاقات يكون على الزت أوتبوت وعلى الاي في. بالنسبة لهذه الدائرة، هذه الدائرة هي الدائرة تقريبا الوحيدة، هي أكو دائرة ثانية الزت أمبوت لا يساوي الار جي، الاشتقاق يكون على الزت أمبوت والزت أوتبوت هو مباشرة تحصيل حاصل. ليه الشباب؟ أنا لما عندي كومون جيت، يعني الجيت مربوطة على الجراوند، بهالحالة رسم الدائرة مالت الإيكوفالنت مالتي اللي هي هذه، راح أشوف أنه السورس على تو تيرمينال، أوكي، وراح أشوف الدرين على تو تيرمينال أيضا ما عندي مشكلة بيها، ولكن التعويض مالت البوكس مالتي أنا متعلم أنه يرسم بين السورس والدرين، والجيت أو بين الجيت وبين السورس أو أوبن سيركت. فلما أجي أرسمه راح يكون بهالحالة عندي ربط بين الأنبوت وبين الأوتبوت، أكو ربط. إذا تتذكرون بالكورس الأول كان عندي من أريد أطلع الزت أنبوت كنت أقول هو عبارة عن الآر بيز توازي ويا فشي أنا سميته زت بيز، يعني هذه أبقيها وأروح أسوي فد اشتقاق بحيث أطلع قيمة الزت بيز على مود بالمحصلة النهائية أجي أسوي توازي ويا هذه المقاومة. هذا الشيء بالضبط احنا راح نسويه بالنسبة لهذه الدائرة. راح اكو شيء اسمه الزد داش، زد انبوت داش او زد داش، لازم احسبه على مود اوازي ويا من احسب توازيه ويا الار اس على مود اطلع الزد انبوت. هذا الشيء شو راح احصل عليه انا لو تجون تباعون على الدائرة هذه؟ راح شي يسوي اول شي، شي يقول انا راح اسوي الايكوفالنت مالتي، هذا الجزء راح اعوفه، هذا الجزء مالتي راح اعوفه وراح اباوع على باقي الدائره، ما راح اقدر اهمل جزء الاوتبوت لاني هسه عندي ربط بين الانبوت وبين الاوتبوت. فبهالحاله ايش راح اسوي؟ راح اسوي دائره مكافئه اللي هي هذه الدائره المرسومه جوا بالشكل 9.31. يقول أنا لو أجي أباوع هنا أنا عندي الـ VN، الـ VGS شوي معكوس للـ VN، فهنا إيش سمى إنه الـ V داش هي ماينس الـ VGS. أول شغلة لو يجي هسه يطبق كيرشوف فولتج لو على الباراميتر مالت الاوتبوت راح يشوف انه الفولتيه الفي داش مالته راح الفولتيه في داش ماينس هاي الفولتيه ماينس هاي الفولتيه يساوي صفر، على اعتبار الفولتيه الكليه ناقصا الفولتيه على هاي المقاومه ناقص على الفولتيه على هاي المقاومه يساوي صفر. زين الفولتيه في داش هسه هنا راح يرتبها بالنسبة للار دي سمول،
فالفي ار دي سمول يساوي من البي داش ماينس الفي ار دي كابيتال. الفي ار دي كابيتال شو يساوي؟ يساوي حاصل ضرب التيار في المقاومه، فعوضها اي داش بالار دي. هو ليش سماها اي داش؟ هذا التيار اللي داخل اعتبره اي داش. هسه لو تجون تباعون هنا اذا هذا انا عندي اي انبوت، فراح ينقسم قسمين، التيار الاي ار اس وهذا التيار المار هنا سماه اي داش. هسه هذا الاي داش هو هنا راح يجي ياخذ كيرشوف كرنت لو وين؟ بالنقطة اي. فش يقول؟ يقول الاي داش هذا اللي هو التيار الداخل راح مو ينقسم قسمين، راح ينجمع ويا هذا التيار على اعتبار هذا صاعد لي فوق، راح يساوي لي هذا. فيقول الاي داش زائدا الجي ام في جي اس اللي هو هذا الجي ام في جي اس، راح شو يساوي؟ راح يساوي لي الاي ار دي سمول. الاي داش يساوي الاي ار دي سمول ناقصا الجي ام في جي اس. هسه يجي هذني يعوضهن بدلاله الفولتيه، هذا الاي ار دي سمول شو يساوي؟ يساوي للفي داش ماينس الفي ار دي على ار دي سمول. هذه الفي ار دي شو يساوي له؟ يساوي له الاي دي ار دي او الاي داش ار دي. فلذلك مباشرة عوض عن هذه الصيغة بعد ما عوض تعويضين، فصار عند الفي داش ماينس الاي داش ار دي على ار دي سمول، ونزلت الجي ام في جي اس نفسها. هسه مكان الفي جي اس عوض ماينس في داش مثل ما هو كان فارضها بالبدايه، صارت عده في داش في داش اي داش. اذا انا اقدر اطلع هسه زد داش، لان صارت عندي دلاله في داش واي داش. يجمع الفي داش بجهه والاي داش بجهه، راح عندما يقسم الفي داش على اي داش يحصل على هذه التركيبه اللي هي بعد ما يصفيها راح تصير الار دي سمول زائدا الار دي كابيتال على واحد زائدا جي ام ار دي سمول. هل قدرنا نحصل على زد انبوت داش؟ اكيد لا، لانه الزد انبوت داش هي عباره عن توازيها ويا الار اس، يلا حصل على الزد انبوت. اذا هي الار اس توازي ويا الار دي زائد ار دي كابيتال على واحد زائد جي ام ار دي سمول. شوفوا هسه هنا القانون اختلف اختلاف كلي، ولكن هنا شو يقول؟ يقول اني لو عندي الار دي سمول، الار دي سمول اكبر او يساوي 10 ار دي كابيتال، فبهالحاله زد انبوت راح يساوي لي الار اس توازي ويا الواحد على الجي ام. زين اجي هسه على الزد اوتبوت. الزد اوتبوت هي مثل ما تعلمناها، هي الار دي كابيتال توازي الار دي سمول، واذا انطبق الشرط مالتها راح تساوي بس الار دي كابيتال. بالنسبه للفولتج جين، احنا هذا الشيء اتفقنا عليه، قلنا انه البي ان يساوي ماينس في جي اس، قبل شوي سماها في داش، هنا أنا سماها في ان هي ماينس في جي اس. الفي اوتبوت هي الاي دي في الار دي. الفي اوتبوت هو وين يريد يوصل؟ يريد يوصل للفي اوتبوت على في انبوت، بس يريد يلقي علاقه بيناتهم.
ليش يريد يلقى علاقة بيناتي؟ لأنه أنا هسه لو رجعت للرسم ألقي أنه أكو جزء مشترك. هسه البي إن أنا عرفته يساوي ماينس في جي إس، والبي أوت عرفته هي الأي دي في الأر دي، ولكن هذا الجزء يعني أنا هسه لو أجي أباوع على هذه الدائرة، لنفرض إذا هذا ماكو، فأنا عندي مقاومة مقاومة مقاومة، هذا الجزء هاي المقاومة المسلطة عليه هي في ان، هذا المقاومة المسلطة هنا في او، زين هاي المقاومة اللي هنا أنا. لازم ألقي علاقة بيناتهم. فيجي يقول البي ار دي تساوي الفي اوت ماينس الفي ان حسب الكيرشوف فولتج لو. زين الاي ار دي بهالحالة هي نفس هذا القانون بس قسمه على ار دي سمول. يجي هسه على كيرشوف كيرنت لو بالنقطة بي، راح يشوف انه الاي ار دي سمول زائدا الاي دي زائدا الجي ام في جي اس حساوي له صفر. يبقي الاي دي بجهة، يحول هذني الى الجهة المعاكسة، راح يحصل على هذا على خلينا نقول هذا الترتيب. الاي ار دي هذا قانونه راح يعوض مكانه، البي جي اس عوض عنه بالفي ان، صارت عده هنا المنو هذا الاي دي صار عنده شنو كله بدلالة الفي ان والفي اوت. فاجا قال يابا الاي دي صار عندي هذا قانوني. زين اني اول ما حكيت ايش قلت؟ قلت الفي اوت شو يساوي؟ الاي دي في الار دي. الاي دي طلعت اني الصيغه مالته، اذا الاي دي اجيت عوضت عنه بما يساويه مضروب في الار دي. صارت هسه الحاله عندي كلها بدلاله الفي ان والفي اوت. صفيت الفي ان بجهه والفي اوت بجهه، حصلت على قانون الاي في اللي هو يساوي لي جي ام في الار دي كابيتال زائدا الار دي كابيتال على ار دي سمول على واحد زائدا الار دي كابيتال على الار دي سمول. يقول في حالة إذا ينطبق هذا الشرط فمباشرة راح يساوي لنا جي ام في الار دي كابيتال. جاي نعطينا أيضا مثال، وهمينا يجي يقول لك الفي جي اس هالقد والاي دي هالقد، نعطيك الواي او اس بي بي والاي دي اس اس، ويقول لك احسب لي الجي ام والار دي والزت انبوت الزت اوتبوت والاي في ايضا بوجود وبعدم وجود الار دي سمول. فيجي ايضا يحسب الجي ام نوت، يحسب الجي ام ويحسب الار دي بقلب الواي او اس. هسه يجي على الزت انبوت اول مره بوجود الار دي سمول يطلعها 0.35 كيلو اوم، ويجي يحسبها without RD يطلع 0.31 كيلو اوم. ايضا هنا هو جاي شايف الشرط مالته ال RD مالتي هي اصلا 20 كيلو اوم، ف10 ويا ال 20 ال 3.6 تطلع 36. لكن الشرط هنا هو اصلا ما ينطبق. الزت اوتبوت حاصل توازيهم ف 3.05 بينما في حاله اهمالها 3.6. الفولتج جين في حاله وجود الار دي سمول طلعت 7.02. الفولتج جين في حالة الإهمال راح يطلع 8.1. تشوفون أكو فد
اكو فد اختلاف جاي يصير عندي. ليش؟ لانه الشرط عندي ما جاي ينطبق. هسه نجي على اليمن على النوع الثاني من انواع الترانزستورات اللي هو الدبليجن تايب موسفيت. بالنسبة للدبليجن تايب موسفيت، لو تجون تباعون عليه على هذا اللي هو سواء انا ضارب لنا مثال الفولتج ديفايدر، شو يقول؟ يقول بالمختصر المفيد الدبليجن تايب موسفيت ينطبق تماما ما يطبق على الجنكشن فيت، يعني الدوائر اللي احنا اخذناها فيكست بايز والسيلف بايز فولتج ديفايدر كومون جيت كومون درين كلهن اخذناهم بالجنكشن فيت، قوانينها بالضبط تشبه قوانين الديبليجن تايب موسفيت، لذلك ما راح يتطرق لا لذكر الدوائر ولا يتطرق للقوانين مباشرة. قال لك يابا شوفوا انا من اجي ارسم الدائرة المكافئة، الدائرة المكافئة مالتي بالنسبة للديبليجن تايب هي نفسها بالنسبة للجنكشن فيت، وعلى هالأساس أني راح أعتبر هذه الدوائر أني ناطيك إياها بالموسفيت نوع الجنكشن فيت وبال ديبليجن تايب موسفيت. فلذلك إذا جبت لك نفس الدوائر فولتج ديفايدر مثلا مثل هذا المثال، ولكن غيرت شكل الترانزستور من جنكشن فيت الى ديبليجن تايب موسفيت، تستخدم نفس القوانين في عملية الحساب. وشوفوه هسه هنا نفس التعويض مالت الدائرة المكافئة للترانزستور فولتج ديفايدر، احنا تعلمنا هاي المقاومتين توازي يطلع الزت انبوت، هاي المقاومتين توازي يطلع الزت اوتبوت، والفولتج جين هو الجي ام مضروب في حاصل توازي الدائرة، زد انبوت توازي الزد اوتبوت توازي بين المقاومتين الار دي سمول ار دي كابيتال، وبالنسبة للاي في هي جي ام الار دي في حالة اذا الشرط هذا ينطبق، وهنا انا سوينا ينطبق لان 100 كيلو اكبر من ال 18 كيلو، فمباشرة قال الجي ام توازي ويا الار دي، وفي حالة عدم اهمالها يصير توازي ويا الار دي سمول. هو هذه القوانين اللي احنا تعلمناها نفس القوانين اللي تعلمناها بالجنكشن فيت نطبقها على الدبليجن تايب موسفيت. المفاهيم مالتنا بالنسبة للجيكشن فيت والديبليجن تايب موسفيت كلها راح تتغير باستخدام الإيموس فيت، مو تتغير لأنه الترانزستور يختلف، ولكن تتغير لأنه القوانين تختلف. انتو تذكرون انه قانون عندي مالت الاي دي كان هو هذا، بينما الاي دي هناك الشان كان يساوي الاي دي اس اس مضروب في واحد ماينص البي جي اس على البي بي الكل تربيع، بينما هنا هو عبارة عن الكي في جي اس ماينص البي جي اس ثريشولد الكل تربيع. وكنا ايضا نجي شو نقول؟ نقول الكي مالتي هي عبارة عن الـ ID on على الـ VGS on إلى آخره اللي هو هذا. زين إذا هسه بهالحالة جي ام اني شلون تطلع عندي؟ اني من قانون الـ ID اللي كان يساوي الـ IDSS إلى آخره جيت سويت بوقتها إذا تتذكرون قلت لكم رياضيات و partial differential equation
اشتقيتها اشتقاق جزئي بالنسبة للاشتقاق هذا اللي هو دلتا اي دي باي دلتا في جي اس، وجيت قلت وبوقتها اشتقيت المعادلة مال اي دي بالنسبة للفي جي اس، وقدرت اطلع القانون مالت الجي ام اللي هو قلنا انه يساوي بوقتها الجي ام نوت، قلنا جي ام نوت يساوي 2 اي دي اس اس على في بي، وبعدين قانون الجي ام هو جي ام نوت مضروب في حاصل قوس الفي جي اس على واحد ناقص في جي اس على في بي، بينما هنا جي ام القيمة مالته راح تختلف. ليش؟ لانه الاشتقاق مالتي راح يكون على غير قانون اللي هو هذا. لما اجي اشتق بالنسبة للفي جي اس كي، الفي جي اس ماينس الفي جي اس ثري شولد لكل تربيع، الكي موجودة هذا ثابتة تطلع خارج اشتقاق، هذا الجزء المشتقة مالته هي هو 2 في القوس في مشتقة داخل القوس، فاثنين في القوس راح يطلع أيضا خارج الاشتقاق، يبقى مشتقة داخل القوس هو عبارة عن هذا مشتقته واحد وهذا المشتقة مالته صفر على اعتباره ثابت، هذا ما يعتبر في جي اس وإنما يعتبر قيمة ثانية، لأن هو هذا في حالة الثريشولد أنا دا اشتق بالنسبة للفي جي اس هذه قيمته ثابتة، فمشتقة الثابت صفر، إذا القانون مالت الجي ام هسه بهالحالة هو 2 كي مضروب في جي في جي اس كيو ماينس الفي جي اس ثريشولد. يعني هو بين قوسين انا عندي الاي دي كان هذا كل تربيع، بس مجرد هذا الاثنين حطيته صار قيمة الجي ام. بس انا اللي عرفته انه اكو دائرتين بالنسبة للاي موسفت، الاي موسفيت اني ناقشت بالفصل السادس دائرتين، دائرة الفيدباك ودائرة الفولتج ديفايدر. بالنسبة للفولتج ديفايدر مباشرة قبل ما احكي وقبل ما اتعب نفسي مباشرة كلهن راح تبقى نفس القوانين، زد انبوت يساوي الار اس او الار جي، الار جي هو هنا انا مسميه، بما انه فولتج ديفايدر توازي هاي المقاومتين، هاي المقاومتين توازي راح تعطينا الاوتبوت، والاي في هذه زد انبوت هذه زد اوتبوت، والاي في ايضا ماينس جي ام توازي الار دي سمول ويا الار دي كابيتال، وايضا في حاله اذا الشرط ينطبق راح يصير هو هذا القانون مالتي اللي هو ماينس جي ام ار دي كابيتال. اذا الفولتج ديفايدر ما يحتاج انه واحد يشرحها او يتعب بيها لانه راح احصل على نفس الناتج، ولكن الفيدباك بالاي موسفيت راح يؤدي الى انه تظهر عندي كونكشن بتوين الانبوت والاوتبوت مشابه لل كومون جيت اللي احنا شرحناها قبل شوية قبل الدبليجن تايب، قلنا انه اكو دائرة ثانية راح تشابه ويا هذه الدائرة في عملية انه وجود كونكشن بين الزت انبوت وبين الزت اوتبوت.
فلما يجي يحسب الزت انبوت راح شي يسوي؟ طبعا لما يجي يرسم هسه يجي يقول الجيت بتوين تو تيرمينال، منو منو؟ الفي انبوت والار اف، الفي انبوت والار اف. ومن يجي يشوف الدرين مالته هو مربوط بين الار اف والار دي والفي اوتبوت. اذا الدرين بي 3 تيرمينال اللي هو الار دي والفي اوت والار اف، وهذا هو اصلا التعويض الخاص بالترانزستور. فلما يجي يطبق كيرشوف كرنت لو عيمن على الاوتبوت سيركت، وين؟ بالنود دي هنا. شباب بس انتبهوا على هاي الفقرة، انه هنا يريد يطبق بالنود دي هنا، هذا داخل اللي هو الاي انبوت. ايش راح يساوي له؟ راح يساوي له هذا التيار اللي هو تيار هذا خارج، بعد راح يساوي له التيار الخارج مالت الاوتبوت اللي هو من هو حاصل توازي هاي المقاومة ويا هاي المقاومة، كأنما اندمجن سوية على مود يصير نود وحدة، فصار الـ V output على حاصل توازيهن. هذا هو الكيرشوف كيرنت نود، الكيرشوف كيرنت لو في النود دي. هسه يجي يقول يا بال في جي اس انا عندي هي الفي انبوت، ليش؟ لانه الفي جي اس هنا أنا ما تغيرت الاشاره مالتها، بقت بلس ماينس بلس ماينس. هذا راح يستخدمها باكثر من تعبير، الفي جي اس يساوي الفي انبوت. هسه راح يجي يعوض عن قيمه الفي جي اس هنا بالفي انبوت، هو وين يريد يوصل؟ زد انبوت يساوي V input على I input، يريد يوصل لهاي النقطة. إذا يريد يخلي هاي المعادلة بدلالة ال V input وال I input. زين، هذه I input، V input، V output على RD توازي ويا ال RD capital. هسه جاب ال input حطهن بنفس الجهة، خلى هاي ال output بهذه الجهة، إجا قال ال V output مالتي هي عبارة عن حاصل طرفين بوسطين، صارت الـ RD توازي الـ RD كابيتال مضروبة في هذا الجزء. هسه ايش قال؟ قال إذا عندي أنا الـ I input مالتي هي عبارة عن V input ماينس الـ V output على RF، رجع على هذه الدائرة. قال يابا أنا بالنسبة لي الـ I input مالتي، او خلينا نقول الفي انبوت، الفي انبوت هي الفي اوتبوت ماينس الفي ار اف، الفي انبوت تساوي الفي ار اف، الفي اوتبوت العفو ماينس الفي ار اف. زين، اذا الاي انبوت ايش حيساوي لي؟ حيساوي لي الفي اوتبوت ماينس الفي ار اف على الار اف. زين شباب، يعني هو هنا ايش صار عنده؟ سوى انه اخذ على المقاومه ار اف، شو تساوي لل V input minus ال V output على ال RF. ال V input موجودة، ال V output هاي قيمتها، عوضها على RF. هسه صفى هاي المعادلتين، حصل على انه ال Z input يساوي له هذا القانون اللي هو ال RF زائدا ال RD small توازي ويا ال RD capital على 1 زائدا GM RD small توازي ويا ال RD capital. واجا قال في حالة إذا هذين الشرطين انطبقن، شباب
هذا هسه هنا مو شرط واحد، انه الار دي سمول اكبر او يساوي 10 ار دي كابيتال، والار اف اكبر بكثير من حاصل توازي الار دي سمول والار دي كابيتال، اني اقدر احصل مباشره اقول الزت اوت بوت تساوي تقريبا الار دي. هاي بالنسبه للزت اوت بوت، على اعتبار انه هذه الدائره لو تجي تباوع تلقاها هنا ثلاث مقاومات على التوازي، فأنا أقدر أقول مباشرة هي تساوي الار دي شو وقت لما هذين الشرطين ينطبقن. هذا طبعا هنا همنا شرطين، نفس الشرطين في حالة إذا ينطبقن يصير قانون الزت انبوت بهذه التركيبة السهلة اللي هو الار اف على واحد زائد الجي ام سمول في الار دي كابيتال. هسه يجي على الفولتج جين. الفولتج جين مالته شباب لو يجي يطبق كيرشوف كيرنت لو هم على النود دي، احنا قبل شوية ايضا طبقناها الجي ام في جي اس والاي اوت. الاي اوت هو الفي اوت على حاصل توازي المقاومتين مثل ما قلنا قبل شوية، وقال الفي جي اس هي في انبوت، وقال الاي انبوت هي الفي انبوت ماينس الفي اوت على ار اف. يعني نفس القوانين اللي حكيناها احنا بالزت انبوت راح يعوضها بس بطريقه مختلفه. راح هو شي يريد هسه يريد يوصل على البي اوت ما على بي ان، فهو نفس القوانين ولكن يريد يوصل لهاي التركيبه. قبل شويه احنا وصلنا الى بي ان على اي ان، فلذلك بعدين استخدم هذا القانون، بينما هنا راح يستخدمه من البدايه على مود يحصل على هذه التركيبة. زين هسه اليوم هسه هنا ايش عندنا؟ عندنا مكان الاي انبوت راح يعوض هذا الجزء، جي ام في ان مكان البي جي اس، وهذا هنا في اوت. اذا صار عنده هسه مباشرة بس تباوع تلقاها كلها بدلالة البي ان والفي اوت، مجرد ترتيب. هذا هنا الحد قسمه على مود يصير الانبوت معزول على الفي اوتبوت، هنا في انبوت وحده في اوتبوت وحده، جمع الفي اوتبوت بجهه اخذ عامل مشترك والفي ان بجهه اخذ عامل مشترك، قسم الفي اوتبوت على الفي ان، صار عنده هذا حاصل القسمه. رجع ايش قال؟ قال يابا اني بالنسبه لي اللي وصلت له هناك راح يؤدي الى انه الاي في مالتي اللي هو الفولتج جين في اوتبوت على في انبوت هو عبارة عن ماينس جي ام في حاصل توازي المقاومات الثلاثة. اذا يعني وكأنما رجعنا الى نفس النقطة انه الاي في تساوي ماينس جي ام مضروبة في الزت اوت، مثل ما كنا نقول احنا بالدوائر مالت الجنكشن فيت، الدوائر البسيطة اللي هي الفولتج ديفايدر والسيلف بايزنج والفيكست بايزنج. كنا نقول انه الفولتج جين الاي في كانت شو تساوي؟ تساوي لنا ماينس جي ام مضروبة في الزت اوتبوت بصورة غير مباشرة. يعني هو كان يقول لا الار دي كابيتال توازي والار دي سمول، فهنا اجى قال يابا ترى انت الشدة مالتك كلها عبارة عن بس الزت انبوت، لان الزت اوتبوت مالتك من طلعت حاصل توازي ثلاث مقاومات، والاي في مالتك بالمحصلة النهائية هي ماينس جي ام مضروبة في الزت اوتبوت، وايضا الشرطين اذا انطبقن راح يصير مباشرة ماينس جي ام في الار تي. يعني هو بكل الاحوال انت اذا طلعت الزت اوتبوت مباشرة اضربها في ماينس جي ام راح تحصل على الاي في، ما يحتاج مرتين تختبر الشرط، اختبرت الشرط فالزت اوتبوت من الطلعة بس تضربها في ماينس جي ام راح تحصل على الفولتج جين. هذا هنا المثال مالت الفيدباك، ايضا جاي قايل لنا قيمة الكي هو ناطك اياها بالبداية،
على اعتبار انه انت ما يحتاج تروح تحلل بالدي سي، نعطيك الفي جي اس ونعطيك الاي دي، هنا نعطيك الواي او اس، فيحسب لي الجي ام الار دي سمول، وبعدين احسب لي الزت انبوت مع وبعدم وجود باهمال الار دي سمول، الزت اوتبوت ايضا مع واهمال الار دي سمول، والفولتج جين ايضا يجي حسب الجي ام باعوه بناء على القانون اللي استنتجناه قبل شويه، 2 كي مضروب في حاصل طرح الفي جي اس ماينس الفي جي اس ثريشولد اللي هي معطاه هنا الفي جي اس ثريشولد، فطلعت القيمة مالت الجي ام 1.63 ملي سيمنز، الار دي سمول 50 كيلو اوم بعد ما قلب الواي او اس. هسه يجي وذ ار دي سمول راح يحسب الزت انبوت تطلع له 2.42 ميجا اوم، لما نيجي يباوع وذ اوت طلعت 2.53 ميجا اوم. ليش؟ يقول هذا الكونديشن ينطبق، بينما هذا يقول هنا لما الار دي ينطبق هذا الشرط، يقول لما اجي اطبق هذا القانون مالت ثلاثة هن توازي راح تطلع القيمة 1.92، لما اجي اباوع عليها انه اقول لك يابا بس قيمة الار دي تطلع القيمة تساوي 2 كيلو اوم، اذا هي كلش قريبة وحدة على الاخرى لان هذا الشرط الاول منطبق. يجي على ال with R D small ال voltage gain طلعت له minus 3.21 لما أخذت من ثلاثة توازي اللي هو 1.9، لما أخذها اثنين طلعت minus 3.2 أيضا، يقول very close above results. ال voltage divider حكيناها بصورة مبسطة قبل شوية على مود ما تصير عندكم تشابك، وقلنا انه هذه توازي طلعت الزت انبوت، هذه توازي طلعت الزت اوتبوت، ماينس جي ام في الزت اوتبوت راح يطلع لي الفولتج جين. لهنا انا محاضرة اليوم انتهت، ان شاء الله المحاضرة القادمة راح تكون بالنسبة للديزاين بالاضافة الى هذا الجزء من شابتر احنا وعدناكم به.